والله يا أهلا وسهلا بالبنات الحلوات، كيفكم؟ أهلا فيك. أموركم تمام؟ شو وين رايحين؟ نصلي صلاة المغرب ونصلي صلاة التراويح بالمسجد العشاء. برافو عليكي، الله يرضى عليك يا لولو، مزبوط. ويا جوجو حنروح نصلي هلا صلاة إن شاء الله العشاء والتراويح بإذن الله في المسجد. عارفين يا بابا إحنا هاي الأيام والليالي اللي إحنا فيها شو اسمها؟ مين بيعرف؟ أنا. مين بدها تحكي لنا؟ أنا. اتفضلي يا جوجو. عشر الأواخر. العشر الأواخر من رمضان. لولو نعم. شو هدول العشر الأواخر من رمضان؟ خير من ألف شهر. إيش هو؟ العشر الأواخر. العشر الأواخر خير من ألف شهر. واحدة فيهم. أيوة. هي ليلة القدر. يا سلام. نزل فيها القرآن. يا عيني عليكي. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا عيني، ليلة القدر خير من ألف شهر. من وين لولو هجاب يا كل المعلومات أنت؟ بس بتحط لنا تفسير الصورة اللي بناخدها. طيب. فبحفظها. هي ألف شهر يعني أكثر من 81 سنة. يا سلام عليكي يا ليليان، برافو عليك. نعم هي أكثر بحدود 81 سنة. أحسنتي أحسنتي يا لولو. هون يا بابا شايفين هون هيك؟ هاي بابا باب المسجد، هدول لجنة نظام كلهم بديروا بالهم على الناس اللي بيصلوا. شايفوا هذا عمو مين هذا اللي قدامنا؟ عمو مين؟ عمو أحمد. السلام عليكم، كيف حالك يا عمو أحمد؟ يعطيكم العافية، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. الله يقويكم الله يقويكم الله يقويكم يا رب، يعطيكم العافية. انصف يلا، بسم الله بسم الله، جزاكم الله خير. بابا آداب المسجد وحافظينها صح؟ ما منغلب ما منشاغب، بنكون يا بابا نحكي دعاء المسجد، دعاء الدخول المسجد أحسنتي، ودعاء الخروج من المسجد، وبنفوت بإيدنا، بنفوت مش بإيدنا بابا، إذن الله يمين، واحنا طالعين باذن الله الشمال. واهم شيء بابا، اهم شيء الاطفال في المسجد انهم ما يشاغبوا. صح صح. في اطفال شو بيكونوا يسووا في المسجد؟ يشاغبوا ويلعبوا ويصرخوا بالمسجد. انتوا هيك حتسووا اليوم؟ لا، حنسمع شو بقرا قران ونتفكر، واذا قرأ القران فاستمعوا لها وانصتوا. يلا تفضل. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. غير المغضوب عليهم.
حجات. الحمد لله صلينا التراويح وكثير استمتعت عن جد. ايش يا لولو جوجو بسطت كثير؟ كيف كانت قراءة الشيخ؟ حلوة. بسطتوا معاه؟ يلا الله يتقبل منكم ان شاء الله، وان شاء الله يا رب انها تكون ليلة قدر ان شاء الله. احنا قلنا العشر الاواخر فيها هاي الليلة المهمة نجتهد عليها، وهلا لانكم كنتوا رائعات انا حاخذكم احزر وين؟ حاخذكم هلا على الكارفور تشتروا اللي بدكم اياه، شو رايكم؟ هدية لكم لانكم كنتوا رائعين. يلا تفضلوا، يلا بسم الله. خلص اذا بدكم تشلحوا على الصلاة اشلحوهم اوكي؟ يلا يا حجات، يلا يا حجات بالسيارة عشان ترتبوا اموركم، بسم الله تفضلوا. هاي اول الاشياء اللي بدك اياها. دفي بقوه بقوه بقوه، كمان 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 بس. اي اخضر. ايش لونها؟ اخضر.
يلا ممتاز. هي عن اللون التركوازي بتحبه. يلا دورك. يلا صحة وعافية. هذا البنوتات الشطورات اللي اليوم صلوا التراويح. يلا بقوة بابا بقوة. حطيت 10 قروش. هيك ليش وين؟ حطي. اتركيها اتركيها ليليان. كمان بقوة 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 يا جوجو. كمان كمان كمان. بس. ايوه. اشوف وانا شو طلعت لك اورنج. يلا كليها. انا نفسها اخضر. انت هي اخضر وانت اورنج. اه بس ما نفسها بالضبط. تمام تمام. يلا سلموا بابا سلموا على ال... وهلا وين وصلنا؟ على السوبر ماركت عشان نشتري اشياء بدنا. يلا نشتري. طيب شو رايكم نتفق على شيء واحد؟ كم اشي بدنا ناخذ؟ لان صلينا بدنا نكون شاطرين الا مكافاه. بس كم اشي ناخذ؟ 8 ايش صلينا 8 ركعات بدك تاخذي 8 اشياء؟ لا بابا ايش الولو؟ يلا كل واحد ياخذ اشي. يلا ماشي. ايش لله؟ شو؟ يلا يلا يا ليليانا. في الختام اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. نتمنى يكون الفيديو عجبكم وربنا يتقبل منا ومنكم.